التواطؤ القضاء السياسي مين بده يوقفه اذا ما اجت سلطه تنفيذيه سليمه نهج اخلاقي نهج قانوني نهج المصلحه العامه مش المصلحه الخاصه قدي صار عندنا مشاكل اقتصادية اجتماعية لحد هلا اثنين صار لي أنا 8 سنين هون نحن وإياكم ما صار جنس الحوار الاقتصادي الاجتماعي هالإهمال المزمن مجلس اقتصادي اجتماعي قديش كان وفر على الحكومة لو تعين مشاكل المعلمين مشاكل العمال مشاكل أرباب العمل هيدا المجلس معمول حتى يعالج هالقضايا ويرفع النتائج للحكومة بعدنا لهلا اثنين بين مجلس الوزراء والقانون اللي طلع والمراسيم اللي والقانون اللي طلع مشان الرواتب وبعدين لجنة المال بعد عم تصححه ولهلا ما بعرف اذا خلص ولا بعد قديش بده من الوقت كله ليه؟ لانه في تناقض بتعيين مجلس الاقتصاد الاجتماعي لا التناقض لا الكيدية لا شخص واحد مشان تعيينه بيوقف مسار مجتمع بكامله هو أكبر مجتمع مجتمع الاقتصادي العمالي ما نش نحكي عن الإدارة عن الباقي الكيدية في التعيين تركت الإدارة فاضية هلا اثنين بنسأل قدام كل الناس هل هناك قرار بتفكيك الدولة؟ لأن صارت مفككة من بعد ما تفككت الإدارة الحكومة مفككة بتهرب من أنها تجتمع بشخص رئيسها من الآن وصاعدا نحن على المواضيع اللي ناقصة بدنا ناخذها بعين الاعتبار نحن بدنا نعمل الحوار الاقتصادي الاجتماعي لانه هالشيء هيدا ما بيصير نحن عايشين ازمه اقتصاديه ما حدا بيطلع بهالطبقات الناس بشو بتشكي ما حدا بيطلع شو في بالاقتصاد اللبناني ياخذ فكره واقعيه حتى اذا بده ياخذ قرار ياخذ قرار صحيح بمواضيع بتخص هالقطاعات هيدي وين نحن بهالمعمعة نحن وين بهالمعمعة نحن مدرسة جديدة ولدت في أواخر الثمانينات حاولوا خنقها لكنها عاشت عاشت نميت وأصبحت قادرة على المواجهة على المواجهة لفرض التغيير يلي هو لمصلحة الجميع أما حلفاؤنا مين؟ هن اللي بيحلفونا في مشروع بناء الدولة أما الإصلاح رح نتركه ولا أتنين لنشوف وين صرنا فيه نحن وياكم ونكمله وليعلم الجميع إن أرضنا هويتنا ومنا سلعة تجارية ولا عطلوا قانون تملك الأجانب أرضنا مش مخيم للنازحين وليش لحد هلا اثنية ولو تأخروا بإدراك المشكلة اللي أثرناها من أول نهار لا لحد هلا اثنية بعدهم عم يعنوا مش عم يعملوا اتصالات أساسية لحل هالمعضلة ثروتنا الطبيعية هي للتنمية مش للمحاصصة لا للأفراد ولا للطوائف لازم نحسن إدارتها لنمنع بيع الأرض
لنبقي أولادنا اللي جعلناهم سلعا للتصدير بدل ما نصدر بضاعة. لأن إذا استخرجنا الثروة النفطية فينا ننمي البلد، منوقف بيع الأراضي، منوقف سفر أولادنا ومنهجرهم. أما دورنا دائما هو من نعمل بجهد متواصل وما منخشى الصعوبات مهما كانت، ولكن يلزمنا القليل من الوعي الشعبي حتى نخترق الحواجز اللي قدامنا. وهون ندائي إلى كل المجتمع اللبناني، بالنخبة اللي فيه، بالطبقة المتوسطة، بالطبقة الفقيرة، لكل الناس، ما بكفي نقول في فساد بالدولة. الفساد أكيد ببين بشكل مفاجئ، ما بنعرف وقت ببلش، ولكن استمراره مسؤولية الشعب ككل، مش بيقعد الرجال بزاوية ومرته بزاوية وبنقه، ولا أستاذ المدرسة بنق بالمدرسة بس، ولا أي إن كان بيقعد بيبكي على مصيره وتعاسته. على كل واحد مطلوب جهد، لازم يضمه للقوى الفاعلة اللي عم تحارب الفساد. وبتشوفوا قديش بتوفر مال لإنماء البلد وتحسين وضعه المعيشي. هالمال اللي رايح من درب شو؟ رايح من درب الاستشفاء، من درب الطرقات، من درب التعليم إلى آخره. يلي عم يبكوا عليهم راحوا بالعبارة. بل ما يبكوا ويتحسروا يضبطوا المال ويوصفوا لأنماء المناطق الفقيرة. بقى منتأمل على أنه ليه التجاوب مع الشعب اللبناني والوعي الكافي ما يشتغل مثل ما بيأسوه، أنه ما في حدا آدمي، ما حدا بده يصلح الدولة. مبلا فيه، ونحن موجودين لهالغاية هيدي. نحن كل صراعنا ضمن السياسة من أجلهم. مش مقبول حدا يقول الكل ويعمم، لأنه ما بيعمم إلا هو بيكون فاسد، على القليل يستثني نفسه. بقى نحن حتى ما نضل فريسة الإقطاع المالي والإقطاع السياسي والإقطاع المذهبي، لازم نجتمع نحن وأصحاب الإرادات الخيرة حتى نكمل نهجنا التغييري ونفرضه بالسلطة. نحن فرضناه على نفسه، لازم الآخرين نجبرهم على فرضه. وهون إذا تعاون معنا الشعب اللبناني وتعاون معنا الإعلام شوي، إذا رجع لضميره، ما بيعود واحد بموقع السلطة إلا ما بيخاف من الإدانة. ولا بختم كلمتي متمنيا النجاح للخلوة حتى نطلع بقرارات سليمة. عشت وعاش لبنان.